يريد ونفخ الخدود والشفايف، وهيخلي شفايفك ممرضة وممتلئة وشكلها حلو جدا، وكمان هيخلي شفايفك زي القمر زي ما انت شايفة كده. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان لو انت بتتابعيني على الفيسبوك شيري الفيديو لصاحبتك عشان تستفاد، وصلي على النبي في الكومنتات وقولي لي بتتابعيني من اي بلد. يلا بينا نشوف الوصفة. هعمل معاكم وصفة حلوة قوي لتوريد الخدود والشفايف. عارفين الجيلي، جيلي الفراولة ده طبعا ده موجود في كل مكان، خطير، حلو قوي قوي قوي، بيعمل سكراب حلو للبشرة وللشفايف، كمان بيورد الشفايف بشكل طبيعي. بصوا هوريكم شكله من جوه، بصوا بيبقى عامل كده لونه بينك او روز، حاجات طبيعية خالص، ولا هنحط الوان صناعية ولا اي حاجة. ده بيعمل سكراب حلو قوي للشفايف، وبيدي توريدة حلوة جدا جدا للخدود وللشفايف، وكمان بيشيل كل الجلد الميت اللي في شفايفك، وكمان لو عندك في بشرتك جلد ميت شعر وبري، لانه هو بصوا حبيباته صغنونه جدا اهو شايفين، بيبقى ناعم جدا على الشفايف والخدود. هحط كده حوالي معلقه مليانه زي ما انتم شايفين اهو، هوريكم برضو العلبه تاني عشان الناس اللي مش عارفه شكله اهو، جيلي العادي خالص اللي بنعمله للاكل ده، احسن حاجه تعملي بيها اسكراب للشفايف وللخدود عشان خاطر يديكي توريده حلوه طبيعيه، ولا تحطي لون صناعي ولا تحطي دم غزال ويطبع على الخدود او الشفايف ويبقى اللون وحش وبشع، لا دي حاجه طبيعيه خالص بتجيبيها، وحاجات يعني من الاكل. هضيف عليها حاجه بسيطه جدا من جل الصبار، مش هنكتر، هي بس عشان يديني ترطيب وما يجففليش الشفايف والبشره. ممكن بدل جل الصبار تضيفي فازلين، ده لو هتعمليها لشفايفك. تمام، الخلطه اللي احنا هنعملها دلوقتي دي للشفايف. بصوا مسافه ما بتقلبوها اللون، شايفين اللون حمار وتوريده طبيعيه 100%، ولا حاطين الوان صناعيه ولا اي حاجه بالشكل ده. ما نحاولش بس نقلب كتير علشان الحبيبات السكر اللي هي الخفيفه اللي فيه ما تروحش، وكمان يعمل لي سكراب خفيف للشفايف يشيل كل الجلد الميت. هضيف كمان عليها كبسوله من الفيتامين اي، طبعا ده حلو قوي 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 للشفايف، بيدي توريد حلو جدا. بصوا سهله ازاي وبسيطه خالص. ممكن كمان اضيف معلقه صغيره سكر لو انا حسيت ان السكر اللي فيها دايب، بس هو مش هيدوب لان انا مش حاطه اي سوائل، ده هي حاجه بسيطه. بصوا انا هجربها معاكم خلاص كده، هي بصوا سهله جدا بتاعه الشفايف، شايفين نعمل بتاعه الوش دلوقتي بس بعد ما اوريكي الجمال. شايفه الجمال؟ شايفه خطيره، هيخلي شفايفك والله تحفه مورده وشكلها حلو. بفضل فردها كده على الشفايف واسيبها من ربع ساعه لنص ساعه، كل ما تسيبيها كل ما اللون يطبع على الشفايف، كل ما يشيل كل الجلد الميت، كل ما يخلي شفايفك مورده وشكلها تحفه. اعمليها مرتين في الاسبوع، اقدر اعمل كميه زي دي واشيلها في الثلاجه واستخدمها كمان يوميا، لسبب بصوا حبيباتها خفيفه. تمام، لو انت شفايفك بقى اتعالجت، ده للناس اللي عندها تشققات كتير، استخدميها يوميا. لو انت شفايفك ما فيهاش اي حاجه، يعني مجرد انت عايزه تدي لها توريده بس، اعمليها مرتين في الاسبوع، حلوه قوي 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 بجد، جربوها هتعجبكم. بصوا حبيبتها خفيفه، افضلي اعملي كده حركات في شفايفك تجري الدوره الدمويه، شفايفك تشرب اللون، كمان هتخلي كل الجلد الميت يطلع من الشفايف، يبقى يخلي شفايفك كده ناعمه وحلوه جدا. نعمل بقى وصفه التوريد الوش والخدود، حلوه قوي قوي، وعلى فكره مش اللي هي هتورد لك او هتحمر لك الخدود تخليها حمرة دم او شكلها بشع خالص، دي هتخلي لك الحاجه شكلها طبيعيه 100%. هاخد برده معلقه من الجيلي اللي هو ده، انا بحاول اوريه لكم عشان تبقوا عارفين شكله، وهضيف عليها معلقه من النشا او الكورن فلاور، ده ماسك حلو قوي قوي هيخلي البشره تحفه، وهضيف عليها برضو معلقه كده صغيره من الحليب البودر. النشا من الحاجات الحلوه اللي بتمتص الدهون الزياده، كمان بتفتح البشره، بتدي نضاره، بتخلي البشره صافيه، بتقلل المسامات الواسعه.
الحليب البودر بيفتح بسرعة جدا جدا جدا، وكمان بيخلي البشرة ناعمة وبيرطبها. طبعا كلنا عارفين حبيبات الجيلي بيدي لون، كمان بيعمل سكراب حلو قوي، بيشيل كل الجلد الميت، بيفتح البشرة، بيدي نضارة، بيخلي البشرة صافية. كل اللي انا هحطه برضو معلقة صغيرة جدا من زيت جوز الهند، ممكن استبدله بجل صبار او زيت زيتون، مفيش مشكلة. انا بس حطيت كده حاجة بسيطة علشان يديني ريحة حلوة للوصفة، وكمان يخلي الوصفة معايا مرطبة كده، ما يبقاش تجفف معايا بشرتي. فانا حطيت بس حاجة بسيطة تمام، وهبدأ اضيف برضو عليها معلقتين مية، ياريت يفضل يكون مية ورد لو متاح عندنا، انا حطيت مية عادية. هحط الاول معلقة واقلب عشان ما تبقاش معايا سايلة، معلقة الاول وقلبي، معلقة وقلبي، بصوا عشان بس الكمية مش كبيرة. هحط كمان معلقة صغيرة وقلبي، شايفين سهلة جدا، ولا حطيت اي حاجة كتير ولا اي حاجة، كلها حاجات بسيطة جدا. بصوا بصوا، بفردها على الوش وبسيبها من ربع ساعة لنص ساعة لحد ما تنشف معايا خالص، وبعد كده افركها، مش اغسلها، افركها. بعد ما تنشف لازم افركها. هفركها ليه؟ علشان انزل كل الجلد الميت، وكمان اخلي البشرة تبقى نظيفة، وكمان بيفتح معاك البشرة جدا. بجد حلو قوي الماسك ده، جربوها يعجبكم جدا جدا جدا. لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. ما تنسيش شير لاصحابك عشان يستفادوا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي شير ولايك، وباي باي.